السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم المسار الصحيح كنا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن اهم مسار في حياه الانسان وهو المسار الروحاني وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا ديت عشان العباده قبل اي حاجه خالص هو العباده وقلنا آآ آآ إن ده يعتبر هو أهم مسار في حياة الإنسان لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واتكلمنا وقلنا إن من غير المسار ده مستحيل الإنسان مهما عمل عاوز ينجح عاوز يعمل أي حاجة خالص مش هيقدر يوصل لأي هدف ويكون سعيد من غير المسار الروحاني لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فاول حاجه عايزين نطلع بيها من موضوعنا ان احنا لازم نصحح مسارنا مع ربنا قبل اي حاجه خالص واتكلمنا عن موضوع العقل والقلب وقلنا ان العقل هو مجرد سكرتير للقلب لان القلب هو محل النية وهو الينبوع عند الإنسان وهو اللي بيتحكم في كل حاجة في حياة الإنسان في مشاعرنا في أي حاجة بتحصل لازم الأول تطلع من القلب وبعد كده تروح للعقل العقل يبدا يفكر يحرك الحواس ازاي بعد كده الحواس تبدا تشتغل يبدا الفعل يتم وطبعا اتكلمنا قلنا ان في ايات صريحه في القران قالت الكلام دوت من الاف السنين ومئات السنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم قلوب يتفكرون بها آه القلب هو عندي محل النيه ولكل امرئ ما نوى وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان في الجسد لمضغه ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب النهارده هنتكلم عن موضوع ومسار مهم جدا في حياتنا. المسار الاخلاقي السلوك هنتكلم النهارده عن السلوك وايه اهميه السلوك وايه هي السلوك وايه هو التاثير الايجابي او السلبي للسلوك السلوك هو يعتبر المؤثر الرئيسي في حياتنا اليومية لأن الإنسان عبارة عن سلوك، طيب الإنسان ده هنجيبها من البداية خالص ونقول إن الإنسان ده إزاي بيتكون عنده السلوك، فهنضرب مثال ونقول لو عندي طفلين عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي توأم مثلا واحد اتولد في الاتنين اتولدوا هنا مثلا والتوأم ده بعد ما اتولدوا خدنا واحد منهم ووديناه مثلا دولة أجنبية من يوم ما اتولد وراح عاش هناك والطفل التاني عاش هنا في مصر وجم بعد فترة بعد خمس سنين مع انهم توأم نفس اللحم ونفس الدم ونفس كل حاجه. هنلاقي الطفل اللي هو اتربى بره ليه عادات وليه طريقه اكل وليه اختيارات وليه رده فعل معينه حتى اللغه بتاعته كل حاجه فيه هتلاقيها مختلفه تماما عن اخوه التوأم اللي اتربى هنا. طبعا انا مش عايز اتكلم عن السلوك من الجانب الفلسفي لان لو اتكلمت من الجانب الفلسفي هنقول السلوك هو فعل ورد فعل محيط للبيئه وهنقول كلام اتقال كتير لأ احنا عايزين نبسط الموضوع ونعرف ازاي نعالج السلوك بس لازم نفهم ايه هو السلوك الاول فانا عندي دلوقتي هتلاقي الطفلين كل واحد بقى ليه طباع وليه تصرفات وليه والتاني ليه ردة فعل معينة ودي ليه ردة فعل تانية خالص مع انهم سبحان الله الاتنين توأم من نفس الاب ومن نفس الام يبقى اللي أثر في ده ايه واللي أثر في ده ايه؟ البيئة المحيطة يبقى السلوك ده آآ 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 اللي هو السلوك المكتسب ده سلوك احنا بنكتسبه من البيئه المحيطه طيب ايه هو اهم عامل في البيئه المحيطه في بدايه حياه الانسان لان البيئه المحيطه دي كبيره قوي عباره عن اهل والاهل بقى بجميع درجاتهم وانواعهم وبعد كده هنخش في الاصدقاء وبعد الاصدقاء هنوسع الدايره شويه البيئه المحيطه الجيران اللي مش عارف ايه اللي هم الناس المحاطين بينا بالكامل ولكن تعالوا نشوف الانسان مثلا اللي هو سلوكه سيء ده بيجي ازاي بيتكون عنده السلوك السيء ده ازاي خلينا نقول مثلا إن لو أب هو وابنه كده مثلا لسه فرحان بيه وبياخدوا معاه كل حته لسه الواد يا كده بدأ يتكلم أو يمشي وواخده معاه وماشي في حته ولو قابلوا واحد معين مثلا زيد من الناس وقفوا سلموا على بعض وازيك وأخبارك ومش عارف ايه وقعدوا يرحبوا ببعض وبعد ما روحوا البيت الأم مثلا بتسأل الوالد انتوا كنتوا فين او كده فبقول لها كنا مقابلين زيد ووقف وعطلني ومش عارف ايه طبعا الطفل هيحصل هنا عنده صدمه ولكن مش هيعرف يعبر. ليه؟ لانه شاف الوالد وهو بيتكلم مع الراجل باسلوب وبطريقه كويسه جدا لما روح البيت لاقاه بيتكلم باسلوب فظ جدا وبيقول كلام مش كويس. هنا الولد هيحصل عنده معتقد هيشوف ابوه بيعمل ازاي؟ عايز يقلده. ما الطفل بيتكون عنده المعتقدات ازاي؟ احنا لما بنتولد بنتولد الملفات عندنا فاضيه خالص. فبنحاول ان احنا عاملين زي السفنجه كده، بنحاول نمتص كل حاجه حوالينا. فنبص نلاقي إن الطفل أي حاجة محيطة بيه فبيحاول يمتصها وبيقلدها حتى مثلا يقول لك الولد ده طالع لأبوه، لا الولد ده طالع لأمه واخد ورث عن أمه، لا هو الموضوع طبعا في جينات وراثية وحاجات كده ولكن نلاقي الولد مثلا قاعد نفس القعدة بتاعة باباه أو البنت مثلا، لا هو المفروض إن هو بيقلده هو تلاقيه مثلا عايز يقعد زي ابوه عايز ياكل زي ابوه لان ده البيئه اللي هو مش عارف هيعمل ايه لسه الملفات عنده بيضه تماما ما فيهاش اي حاجه فارغه فبيبدا ان هو يقلد الناس اللي حواليه مهما كان ممكن طفل مثلا لا قدر الله ابوه امه دول مثلا ماتوا وهم لسه بعد الشر يعني على اي حد وتوفى وهو لسه صغير وتربى معايا حد هياخد صفاتهم مش شرط ياخد صفات الاب والام بيبدا هنا عند الطفل وهو عشان نعرف السلوك بيتكون ازاي يعني احنا بنسال دلوقتي ده فلان بيكذب ومش عارف ايه منافق احنا هنعرف الكلام ده جه منين ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد وهو وحش يعني ربنا مش خلق حد لا ربنا كرم الانسان وخلقنا في احسن صوره هنعرف بقى الطباع السيئه والسلوك السيء ده جه منين ونحاول لان الموضوع ده مهم جدا نحاول نخلي بالنا منه تماما لان هو ده البنيه بتاعه اولادنا ف طبعا في بعض الناس بتستهين انها مثلا بتكذب قدام عيالها حد ينادي عليهم من بره قول له مش موجود مش عارف ايه. طب ما هو شايفك موجود. طب هو الولد دلوقتي ما انت عمال يمتص كل حاجه انت بتعملها هو بيمتصها فمش تزعل مش تزعله لما تيجي تلاقوا بعد فتره ال 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 الولد بيكذب عليكم ما انتوا اللي علمتوه كذب هو جاب الكذب ده منين؟ ايه؟ هو اتولد وهو عارف الكذب؟ لا طبعا. اتولد وهو عارف النفاق؟ لا طبعا. مفيش. هو اتولد خلاص ملفات فارغه تماما وبيبدا يكتسب من البيئه المحيطه اللي حواليه آآ آآ كل السلوك. فما نزعلش لما نلاقي ان المحصله او الناتج كده احنا بنكون السبب. وهنتكلم دلوقتي ونوضح الموضوع ده بالظبط. ونبدأ نقول إن الطفل بيبدأ دلوقتي أي موقف بيشوفه قدامه بيخزنه. لذلك الذاكرة بتاعة الطفل التعليم في الصغر كان نقش على الحجر سهل. ليه؟ لأن الدماغ أو الذاكرة عنده فاضية تماما. فبيبدأ ياخد كل المعلومات ويخزنها عنده. وبيبدأ المعلومات دي زي ما اتكلمنا في الحلقه السابقه تعمل عنده معتقد اللي هو بعد كده هيتصرف بتصرف لا ارادي تصرف من غير ما يفكر من غير ما يعمل اي حاجه لما يلاقي مثلا الاهل في موقف قوله مش هنا مره واتنين وتلاته لما حد يجي يخبط يقابل حد في الشارع بوشه ويروح البيت يبقى بوش تاني خالص ومواقف من دي كتير جدا بيحصل عند الطفل معتقد بيبدأ الطفل بعد كده يشكل الموضوع في مواقف تانية فرجاء من الأهل لو عايزين فعلا ننهض بمجتمعنا بجد ونشوف عيالنا في أحسن صورة طبعا ما فيش حد في الكون ده كله بيبقى عايز حد أحسن منه غير الوالد والوالدة أو الأب والأم دول أكتر اتنين بيتمنوا للإنسان إن هو يكون أحسن حد في الدنيا ولكن في حاجات إحنا ساعات بنعملها عن جهل ما ناخدش بالنا أي نعم ممكن يكون الراجل اللي جاي على الباب وإحنا بنقول له له مش موجود ولا بتاع رخم غتت أي حاجة مش مشكلة ولكن في طريقة تانية يعني بلاش نخلي أولادنا يكتسبوا مننا سلوك سيء وعادات سيئة، طيب في علوم التنمية البشرية وعلوم علم النفس بيقولك تعريف السلوك هو الفعل ورد الفعل من البيئة المحيطة، هو الموضوع ده بصراحة كويس يمشي لا بأس ولكن منقوص، ليه؟ لان احنا قلنا ان احنا هنتكلم دلوقتي بالتفكير الديني احنا قلنا الحلقه اللي فاتت في اربع مناهج للتفكير التفكير الخرافي والتفكير آه العلمي والتفكير الفلسفي والتفكير الديني احنا ليه دايما بنبص للموضوع من, التف... من من الناحيه الدينيه يعني لما نيجي دلوقتي هنتكلم عن السلوك هنبصلها من الناحيه الدينيه لان زي ما انا لسه قايل ان في علم النفس بيقولك هو رد فعل وفعل من البيئه المحيطه طيب البيئه المحيطه بتاعتك غير البيئه المحيطه بتاعتي انا ليا هنا عادات ومعتقدات انت عندك حاجات صح انا عندي هنا حاجات غلط. ف تعريف السلوك بالنسبه لنا اللي هو كل الافعال التي تتماشى مع الاقوال والافعال هي ده السلوك والمعتقدات بتاعتنا يعني انا عندي دلوقتي البيئه اللي انا عايش فيها بيئه شرقيه وليها معتقدات وليها عادات وليها تقاليد تختلف تماما عن البيئه هناك الفلاسفه اللي هم حاطين اسس في علم النفس وبنوا عليها نظريات وبنوا عليها علوم ويطلع كل يوم عالم يقول لك لا والله ده غلط ليه؟ لأنها مبنية على باطل من بني على باطل فهو باطل وجميع نظريات الفلسفة كل يوم متغيرة كل يوم ولكن آآ 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 العلم أو المنهج الروحاني ده مفهوش كلام ده من عند الله فما ينفعش إن أنا افكر تفكير خرافي مثلا، تفكير وهم كده، تفكير خيالي اقعد اتخيل ما ينفعش. اقعد افكر تفكير فلسفي ما ينفعش. طب التفكير العلمي لو احنا قلنا السلوك، التفكير العلمي ده ممتاز جدا ولكن مشكلته ان هو يعني ضيق الافق عنده حاجات معينه بس يعني انت لو جيت تتكلم مثلا دكتور وجه يكلمك مثلا عن الانسان مش هتلاقي دكتور في العالم كله يقعد يفصص لك الانسان ويشرح لك الانسان بالكامل هتلاقي دكتور بيتكلم في القلب لا والقلب كمان بقى فيه تخصصات دكتور للصمام ودكتور يعني وكل واحد من دول بيفضل حياته كلها عشان يبدأ ان هو يكتشف شيء جديد ده اللي هم الناس يعني الباحثين والمهتمين بالعلم وده شيء كويس مش شيء وحش ولكن المقصد ان هو ده يعني التفكير بتاعه مهما كان متسع ولكنه محدود في نطاق محدود وعلى فكره يعني الدين او القرآن بتاعنا لما ذكر مثلا بداية تكوين الإنسان قالها من كام سنة من مئات السنين إن النطفة بتكون علقة والعلقة بتكون مضغة ف ما هو ده اللي اكتشفوه بعد اكتشاف السونار لما بدأوا إن هم يراقبوا تكوين الجنين اكتشفوا فعلا ان هو بيبقى نطفه وبعد كده بيبقى علقه والعلقه دي بتبقى مضغه زي المضغه بالظبط زي لما بتيجي تاكل اكل كده وتمضغه هو الانسان بيبقى يعني وصف دقيق جدا قبل السونار وقبل الكلام ده كله فانا مطلوب مني ان انا كراجل مسلم وموحد بالله والله العظيم ده غير المسلمين لما بي لما بيسمعوا الايات بنسمع كل يوم عالم فلان الفلاني اسلم وعالم مش عارف مين ارى ايه في ايه في القران اسلم لان ده كتاب الحق ما كلام فيبقى انا لازم اتكلم في موضوع السلوك من الجانب الديني مش هتكلم من الجانب الفلسفي لان الفلسفي الجانب الفلسفي السلوك بقى كتير ومش عارف وهنقعد نتكلم في كلام ونظريات وسين وصاد و وفي الاخر يعني انا قعدت اقرا كتب كتير جدا في الفلسفه وعلم النفس عايز اوصل لحاجه وبعد ما اقرا واقعد واسهر الليالي واقعد مش عارف ايه وفي الاخر الاقي كتاب تاني خالص بكذب كل النظريات دي والنظريه بتاعته هي اللي اعتمدت واقعد ادرس في شخصيه ليه فانا دلوقتي انا بتكلم قلنا في البدايه ان احنا اهم مسار في حياه الانسان هو المسار الروحاني لان ده الشيء اللي احنا اتخلقنا عشانه الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وسبب وجودنا في الدنيا دي هي العباده فلازم ابقى افكر من هذا المسار او من هذا الطريق او من بهذه المنهجيه. فعندي موضوع السلوك ده موضوع خطير جدا لان احنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب انفسهم دي السلوك بتاعتهم عايزه تتغير. في عندي طريقه خاطئه جدا بيتبعها معظم الناس في موضوع السلوك او تعديل السلوك. وهو موضوع الترهيب والترغيب. الترهيب ان انا دايما اخوف اللي قدامي واقول له والله لو ما غيرتش سلوكك هضربك هحبسك هعملك يعني بنقعد نرهبه. والترغيب أقول له والله لو مثلا عملت كذا هجيب لك الحاجة الفلانية، خلصت مش عارف إيه هجيب لك إيه. لا هو ده الترغيب خاطئ. ليه؟ والترهيب برضه ده أسلوب خاطئ. ليه؟ أنا لو عايز أعالج أي سلوك سيء هعالجه بالطريقه اللي هنتكلم فيها دلوقتي مثلا انا عندي خلاص فات الاوان والطفل اكتسب مخزون ومعتقدات خاطئه من البيئه المحيطه وبدا يتصرف تصرفات مشينه وتصرفات سيئه وفات الاوان وخلاص يعني الموضوع ده فات اوانه اعمل ايه خلاص اسيبه كده لا طبعا في اول حاجه في تعديل السلوك هو التحفيز مش الترهيب لا التحفيز بمعنى ايه الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما يعمل كده كان يحفز الناس بايه مش يقول لهم مثلا هجيب لك حاجه معينه لا ما هو انت لو لو انت مشيت في يوم من الايام بقيت مش موجود عشان يعمل الحاجه دي مش هيلاقي الحاجه دي فمش هيعمل لا انا حفز دايما وعلم الشخص من البدايه ان انا مكافاتي عند ربنا اول حاجه خالص هي الجنه إن احنا جايين ده التربية الصحيحة. إن أنا أعلم عيالي إن احنا قاعدين في الدنيا ديت، ربنا خلقنا عشان العبادة، جايين الدنيا. فأول حاجة أبدأ أحفزه إن احنا هيبقى ربنا هيرضى عليك، ربنا هيحبك، ربنا دايما أنمي فيه الجانب الروحاني. ده أول حاجة. تاني حاجة أحاول إن أنا أشجعه يعني مثلا لو جينا مثلا واحنا قاعدين مع طلبه وبدا واحد يسرد مساله ما وفيها بعض الاخطاء بلاش بلاش نصيحه إننا نقعد ان انا اقعد انتقده نقد سيء اقول له اصل دي لا دي غلط واصل دي هيحبط لا أنا أبدأ أبص أدور هل فعلا في ولو جزء بسيط كده من الكلام اللي قاله ده كويس؟ آه في جانب حسن؟ أبدأ إن أنا أقول له والله برافو عليك، والله أنت كده كويس، ممتاز، وأسيب أصل دي شوية يعني مش أقولها له في نفس الوقت، لأن في ناس بتعمل كده يعني مفكرة إن هي دي العبقرية، يقول لك إيه؟ والله أنت كويس وجميل ومش عارف إيه، بس يعني ويروح محبطك تاني مش كان ليها لازمه فاسيبه الاول يفرح بثمره نجاحه ايا كان تعبه في المذاكره ايا كان وبعديها لو ربنا ادانا عمر ابدا اقول له والله انت موضوعك كان جميل ولكن يعني ايه انا لاحظت لما قعدت فكرت كده لقيت الموضوع فيه كذا وكذا وكذا وابدا انتقد فيه فموضوع السلوك طبعا يعني موضوع كبير جدا مش هنقدر ان احنا نتكلم فيه في حلقة واحدة لان الموضوع ده اذا بدأنا فعلا نعرف سلوكنا السيء بتكون ازاي وازاي نعدله هنقدر بمنتهى السهولة نقدر نتعامل مع بعض بحب الدين المحبة الدين السلام الكره الكراهية اللي موجودة بين الناس والحقد والغل والحسد ده كله جه منين؟ ما فيش إنسان بيتولد وهو حاقد كده من يومه أو ناقم ما الحاجات دي كلها مكتسبة هنبدأ نعرف إزاي إن أنا أبدأ أسيطر على الكلام ده كله يبقى أول حاجة اتكلمنا فيها اللي هو التحفيز مش الترهيب مش ان انا اقعد اخوف لا طبعا الاسلوب ده ده حتى ده يعني الدين بتاعنا بيقول لك رفع القلم عن سلاس الصبي حتى يبلغ الدين عفية يعني سايب المرحله دي مرحله تاهيل انا اهله ده أنا الواحد بيشوف عجايب وعلى فكره بيكون مردودها ايه يعني مثلا الاب اللي هو بيبقى ماسك ابنه وقاعد عمال يضرب فيه من هو لسه صغير النتيجه بتكون ايه النتيجه بتكون ان لما بيكبر نسمع فلان خبط ابوه بحديده ولا بسكينه وموته فان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنستكمل باقي موضوع السلوك ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته